نظرا لمتطلبات ساكنه الضواحي اقليم الرشيديه، عندنا واحد الحاله هنا في الرشيديه اللي صراحه الله نخليه هو اللي غادي يحكي الحاله ديالو. هو من قلعه مكونه، صيفطوه من قلعه مكونه لتينغير ومن تينغير للرشيديه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نعاود لكم القصه ديال واحد الخوات ديال مريضه، الله يشافيها ينجيكم. صيفطوا ناس حافظ قلعه مكونه لتينغير، جيت لتينغير، صافني الدكتور للرشيديه قال لي هادشي خطير، وجيت للرشيديه والبارحين صافتوني عاوتاني ديال العينين، مشيت ديال العينين عطاني الرانديبو نهار 15 في هذا الشهر. مشيت البارح طاحت ليا في الشارع، غوت على الوقايه المدنيه، عتقوها الله يعتقهم الله يجزيهم بخير، جدها السبيطار المستعجلات، داروا ليها واحد الشوكه تما، قلت لهم الله يخليكم قولوا لي اش كاين فين غادي نمشي، قال لي واحد في السبيطار المستعجلات قال لي تمشي لفاس، هذا الشيء راه خطير عليها، خصها تمشي لفاس. قلت له ودي راه ما عندي باش نديها، اعطوني لابيلانس نديها بلابيلانس. قال لي واحد راه ما عندنا باش ما نعطيوك، الا بغيتي لابيلانس سير للجامعه ديالكم ويعطيوك لابيلانس. ودابا راه تنتسنى الرانديفو يوصل باش نمشي لعند هذاك ديال العينين نشوف اش غادي يقول لي. دابا نتوما منين اش بلاصه بالضبط؟ حنا من قلعه مكونه. قلعه مكونه؟ اي نعم. مشيتوا للسبيطار في قلعه مكونه؟ مشينا للسبيطار في قلعه مكونه. وعمر ديال الورقه قال لي هادشي خطير عليها، صافني قلعه مكونه قال لي هادشي خطير. اي ها خطير، صافني ديال تينغير، جيت لتينغير حتى هو اللي قال ديال قلعه مكونه، هو اللي داكشي اللي قال ديال قلعه مكونه هو اللي قال ديال تينغير. حتى ديال تينغير قالوا لك هاد الحاله خطيره. حتى ديال تينغير قالوا هادشي خطيره، خص تمشي دير العمليه. جيت صافني للرشيديه، جيت للرشيديه قالوا لي عمر الورقه قالوا لي تمشي ديال العينين، ديال العينين في الرشيديه. لا المشكل اللي عندها هي واش المشكل عندها في العينين ولا فين؟ لا عندها في الحرجوطه دار اللقمه. عندها مشكل تما. اييه تما الداخل. راه ما تاكلش ما تشرب. راه تمشي واحد شويه تطيح. معاها هي ما تاكل غير تنعطيوها لواحد ديال الصوبه هي باش تعتق. عندها ما عندها فين تسرط. بلاصه السريط داك الشيء ديال الحبوبه سد لها بلاصه السريط. ما عندها فين تسرط. مشيتوا للمستشفى ديال الرشيديه، شنو قالوا لكم؟ قالوا لك واحد شويه. جينا ديال الرشيديه قالت نعمر لكم الورقه. تلاقيت مع شي طبيب؟ تلاقينا مع واحد الطبيب. شنو قال؟ قالت نعمر لكم الورقه ديال العينين. ديال العينين هو اللي غادي يصيفطكم لفين. غير الا قاد بشرها ما قاد يصيفطكم بالغط بشر. مشيت حتى البارح طاحت لي في الشارع، عشت اتصلت بالوقايه، جاو اصحاب الوقايه الدواء المستعجلات. ملي دخلت تما دار لي واحد الطبيب واحد الشوكه تما تولات بعد شويه. وريت له الاوراق قال لي هذا الشيء راه خطير عليها خصك ديال المكناس ديريكت. يعني الطبيب قال لك هادشي خطير؟ اي قال لي خطير، قال لي خصك تديها الباس ديريكت. قلت له انت راه ما عنديش باش ندي، اعطيني لابيلونس. قال لي ما كانش لابيلونس، خصك تمشي للجامعه ديالكم يعطيوك لابيلونس. هذا هي هو اللي كاين. ويعني ومن هادشي من البارح ما عندنا فين نباتوا، عندنا في الرشيديه هنا غير لا اله الا الله، ما عندنا فين نباتوا، ما عندنا فين نمشيو، ما عندنا فين نباتوا. وهادشي البارح؟ هادشي وقع البارح؟ هادشي البارح فين طاحت ليا الشارع. يعني وعاود رجعت اليوم للمستشفى وما كاينش شي؟ ما كاينش، رجعنا عاوتاني اليوم سولنا قال لك داكشي اللي قالوا لنا هو اللي قالوا. يعني داكشي اللي قالوا لكم البارح هو اللي قالوا؟ هو اللي قالوا اليوم عاود، وما كاينش قبل ما كاينش شرحنا، وحنا ما قاريين ما كاينش شرحنا اش وقع. يعني ما شرحوا لكش شنو كاين عندك؟ ملي كون شرحوا لي بعدا نشوف شي الناس اللي فاهمين اللي قاريين بعدا يعاونوني في هذا الشيء، وما ربنا نعالج هذه الخوادري الله يشافيها. كنتمنوا لها ان شاء الله الشفاء. اللهم امين اخويا، الله ينجيكم من الفاس. كيف ما كتشوفوا بعض الحالات كيبقوا فيك بزاف، تيبقوا فيك بزاف نظرا كما قال هو ما قاريش ويعني ما عندوش مع اللغه ديال الطب، وشحال من واحد ما عندوش مع ديك اللغه ديال الاطباء. كنتمنوا حتى من هاد المسؤولين انهم على الاقل انهم يحاولوا ما امكن يتواصلوا مع هاد الناس. كيف ما هضرت معاه يعني هو تيهضر بالشلحه، يعني العربيه ما كيعرفلهاش بزاف، وما كاينش اللي غادي يتواصل معاه واللي غادي يشرح ليه مزيان، على الاقل يعرف فين غادي يمشي ويعرف فين غادي يجي. كنتمنى من المسؤولين ومن الجهات المعنيه انها تتدخل في هذه الحالات، ودي الناس اللي هما يبقاو يتواصلوا مع هاد الناس باش يفهموا على الاقل، ويشرحوا لهم باش مي على الاقل يعرفوا اشنو كاين. ونتمنوا الخير ان شاء الله، ونتمنوا لها الشفاء.